ويا مرات الحصان تحس فيه ثقل أثناء الالتفات، يعني لما يلتفت يمين أو يسار تحس ثقل بيدك، هل هو ثقل رقبة أو إن الحصان عارض الشكيمة فتحس بالثقل؟ يعني على بلاطة، هل هو مثقل على يدك أنت أو على الشكيمة؟ خاصة إن تكون في الهم، مرات تكون الحصان عارض الشكيمة ويقلبها بفمه وملتفت، فأنت تحس بالثقل لأن الشكيمة مقلوبة أو عارضة أو ملتفت يمين، بس مجرد إنه يحس بيدك تفتح يرجع لك على طول. فإذا كان الثقل على يدك أنت يستمر ثقيل حتى لما يحس باليد. إذا كان الثقل ما له علاقة بيدك، الحصان عارض الشكيمة وفيه الثقل إنه عارض الشكيمة، مجرد إنه يحس باليد عطوه يرجع لك، هذا مو ثقل رقبة. زي موضوع خفة الرقبة المرتبطة بالتفضية، كون الحصان يفضي ما هي رقبته خفيفة، راجع للعنام ممكن يستغل الفراغ عليك. حصان ثاني متكي أو ساحب، بس سواء متكي أو ساحب أو مفضي، لو تعطي أمر وقوف أو رجوع للخلف عطوه وقف ورجع ورا، هذا خفيف رقبته. فالخفة يقصد فيها استجابة الحصان لأمر يدك الواضح لما يحس فيه، كونه ما حس فيه ما هي رقبته ثقيلة، لأن يدك ما بعد وصلت له، الصدارة منعت يدك من الوصول للفم بشكل سريع، أو الشكيمة منعت يدك من الوصول للفم بشكل سريع وقس على ذلك، وكونه يحس بيدك ويستمر يقاوم هذا الثقل. هاي 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 ناري 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 هاي هاي هاي. طبعا ينطبق على رجوع الخلف أيضا، لما ترجع الحصان ورا وتفضل له ترجع ورا عاض الشكيمة وقالبها ويلعب فيها، تحس بثقل، بس ما تحس بيدك، ثقل مو عليك أنت، على الصدارة أو على الشكيمة، مجرد بيحس بيدك يرجع ورا. أما لو حس بيدك بشكل واضح وقاوم يدك قدام، ما تركبش ثقيلة وثقل رقبة لسبب سوء الركوب ما له علاقة بالحصان، أي حصان مقارنة بنفسه مع الوقت يخف لو ركبت صح. هاي 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 ناري 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 ناري